مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان الأباب لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا الثاني عشر، يحمل منافسات وتحديات فئة الجعدان المهجنات الأصايل. مسافتنا هي 5 كيلومترات، تحمل منافسات وتحديات. لذا عبدة مع المركز الأول، أتعرف على مداهم أحمد بن عبد الله بن ضاح العميمي يتقدم مع مداهم. المركز الثاني الزعفران عدي بن بطي بن محمد الطروق النعيمي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث هناك ظبيان علي بن سالم بن علي بن خرز الاكتبي يتقدم مع ظبيان. المركز الرابع الوصول والانطلاق من قبل صايب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يتقدم مع صايب. المركز الخامس الوصول والانطلاق من قبل توفيق سلطان بن سالم بن حمد الاكتبي يقدم لنا توفيق على المركز الخامس. وفالك التوفيق وفال الجميع بهذا الشوط. وايضا الوصول مع الطاغي مطر بن عبيد بن محمد بالضبيعة الاكتبي يتقدم مع الطاغي على المركز السادس. المركز السابع يصل طلوع حمد بن سالم بن سليم الاكتبي يتقدم مع طلوع. وايضا الواصل والغاتم معزم راشد بن مطر بن محمد بضبيعة الاكتبي يتقدم بهذه اللحظات مع انطلاقة وتحديات وانطلاقات معزم. وايضا الواصل ابو علي مع انطلاقة وتحديات. ابشر على المركز الثامن هنا مع ابشر يقدمها مهير بن علي بن كلي الاكتبي يتقدم بهذه اللحظات. مشاهدينا متابعين الكرام، هذه الاسماء المتقدمة وهذه الشعارات الحاضرة بالتحدي وبالإثارة. ولكن هناك مداهم مداهم مداهم، روح 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 وانطلق وباعد بالمسافة. يقدم احمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي على المركز الاول وعلى الصدارة، منطلقا على المركز الأول ومباعدا بالمسافة على صدارة الشوط وعلى المركز الأول على صدارة التحدي. لكن المركز الثاني زعفران عدي بن بطي بن محمد الطروق القفلي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث هناك ظبيان علي بن سالم بن علي بالخرس الاكتبي يتقدم مع ظبيان، يتقدم مع انطلاق الظبيان بالتحدي وبالإثارة. والمركز الرابع الوصول مع صايب 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 محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. ولكن البداية الانطلاق المميز التحدي الرائع هناك مع المركز الأول عند العميمي، عند العميمي ضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي يتصدر ويتقدم الجميع مع الصدارة مع المركز الأول منطلقا مع البداية مع تحديات داهم داهم المركز الأول، داهم الصدارة، داهم المركز الأول مع بداية الشوط ومع المركز الأول. 2 كيلو ما تبقى يا راعي مداهم يا راعي مداهم. هنا أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي مع المركز الأول مع الصدارة الأولى، والأسامي قادمة والأسامي قادمة. يا العميمي يا العميمي ركز ركز ركز. هناك المركز الثاني وصل على المركز الثاني الاغفلي، المهندس يصل مع انطلاقة وتحديات زعفران. هنا يتواصل عدي بن بطي بن محمد الطروق الاغفلي واصل على المركز الثاني. المركز الثالث هناك القادم صايب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي ياتي على المركز الثاني. بدا يغير هنا لهنا الصعب في هذه اللحظات على المركز الثاني منطلقا وباحثا عن الفوز والانتصار. ولكن مداهم على المركز الأول
على صدارة الشوط، على صدارة التحدي. يتقدم مداهم أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، ولكن شوف شوف صايب 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 صايب، صاب الفوز صاب الفوز محمد بن سلطان بن مركان الكتبي، يتقدم على المركز الأول، يتقدم على الصدارة، والف ومئتين الف ومئتين. ولكن الصعب مع الصدارة، مع المركز الأول، مع بداية التحدي، مع الانطلاق المميز، مع هذا الشعار. ومحمد بن سلطان بن مركان الكتبي ولايحة الكيلو، الكيلو الأخير والكيلو الخطير، تحمل منافسات وتحديات صايب. ولكن القفلي قادم، المهندس قادم على المركز الثاني، عدي بن بطيب محمد القفلي قادم على المركز الثاني. ولكن البداية وايضا ارصد لي اسم جديد، وصل شاهين عبد الله بن سالم بن حمد المالكي، اول ندى لشاهين. ولكن صايب انطلق صايب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. محمد بن سلطان بن مركان الكتبي يتقدم مع هذا الاسم، مع صايب. أهالي مرقم مع المركز الأول، مع المركز الأول. ولكن دير بالك القادم بهذه اللحظات. زعفران عدي بن بطيب محمد لقفلي. ولكن خلاص مرقم السلام. سلام يا بن مركان، سلام يا مرقم. دونا حضر بن مركان بالنقطة الثانية بالأمس حصل على 7 نقاط. يأتي بتحدياته، سن الإذاعة، يأتي بهذا الإبداع، يأتي بالإبداع. الغير مستغرب على هذا الشعار، شعار محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. تهانينا والناموس ومشكور يا محمد يا بن علي العويسي على الفوز والانتصار. المركز الثاني، هناك زعفران عدي بن بطي بن محمد لقفلي. المركز الثالث، هناك شاهين عبد الله بن سالم بن حمد المالكي. المركز الرابع، راهي عمران بن خليفة بيد الشامسي. التوقيت 7:50. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك صايب محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي على هذا الفوز والانتصار.